بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك وكتابه. هو يوم النصر لمصر، كل عام وانتم بخير في ذكرى تحرير سيناء واستعاده كامل الارض. رحم الله على البطل الشهيد انور السادات. ابراهيم اهلا بك يا باشمهندس، اهلا بك اعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابه. ملك وكتابه ياتي هذه المره والافراح تسود، ثقه الاهلاويه تعود، الجماهير تطمئن على مسيره فريقها، والفريق الكروي ايضا يدعم مسيرته بفوز ثمين وهدفين رائعين يا باشمهندس. هو يوم النصر بكل الاصعده، ونحن نحتفل في اجواء جيشنا العظيم وذكرى البطل الشهيد بطل الحرب والسلام. وياتي اليوم النادي الاهلي ليسلك صدورنا ايضا بفوز هو الاهم. هو الاهم لانه جاء في توقيت هو الاخطر. يعني لا قدر الله لولا هذا الفوز كان حسابات كتير هتتغير. اذا النادي الاهلي وهي مباراه صعبه للغايه امام مدرب فاهم ولاعيبه متحمسه تستعيد مكانتها بسرعه، النادي المصري بقاله فتره خرانيه في احسن حالاته، كان ماتش يدعو الى القلق قبليه، ولكن يستطيع الاهلي ان يقدم مباراه فاز فيها بجداره 2-0 واهدر فوزا كبيرا من وقع الفرص التي ضاعت من النادي الاهلي. إذن هو فوز مهم رفع به الأهلي رصيده إلى 61 نقطة من 27 مباراة. لأول مرة هذا الموسم الأهلي يتفوق على الزمالك في عدد النقاط بعد ما تساوى في عدد مرات اللعب. تاني مرة. لا، كان الأول في فرق في عدد ماتشات اللعب. لا. لا لا لا. من المرة اللي فاتت ساعة ما خسرنا من بيراميد كنا قبل ماتش بيراميدز. دلوقتي البيراميدز الأول 63 نقطة، لكن فارق على الأهلي والزمالك أو على كل منهما بمباراتين. يعني في 6 نقاط معلقين كفارق محتمل بين بيراميدز وبين الاهلي حاليا. الاهلي 61، بيراميدز 63، والزمالك 60. طب ايه اللي هيحصل الاسبوع الجاي؟ الاسبوع الجاي لانه الدوري المصري خلاص بقى زي الكراسي الموسيقيه المثيره. يوم الثلاث اللي جاي بيراميدز هيلعب مع المقص، وهيفضل له يوم 5 مايو مع المصري، ثم 3 مباريات تانيين، دجلة والنجوم والحدود. يبقى بيراميدز حسابه المقصة والمصري ودجلة والنجوم والحدود. بالمناسبة مع الأهلي الفريق الوحيد المشترك بين الفرق اللي الأهلي هيلعبها وبيراميدز هيلعبها النجوم، الفريق الوحيد اللي هيواجه الاثنين. الأهلي 7 مباريات اللي باقيين، يوم الأربع اللي جاي إن شاء الله باشمهندس الأهلي مع طلائع الجيش، وخمسة مايو الأهلي مع النجوم، وبعد كده في 5 ماتشات ما تحددوش مواعيدهم، سموحة والإسماعيلي وإنبي والمقاولين ولقاء القمة مع الزمالك. دول ال5 ماتشات للأهلي بالإضافة للمباراتين اللي تحددوا يوم الأربع اللي جاي الأهلي والطلائع، يوم 5 مايو الأهلي والنجوم. طيب الزمالك، لأنه مازال الصراع ثلاثي مهما كان الكلام عن فارق النقاط، الزمالك عنده يوم الأحد مباراة أفريقية صعبة مع النجم الساحلي. النجم الساحلي التونسي ده مباراة الذهاب هنا في القاهرة، ثم هيسافر له الزمالك، لكن فيما بينهم هيلعب يوم الأربع مع الإنتاج الحربي. يعني الحد مع النجم الساحلي، الأربع مع الإنتاج الحربي. في محاولات من الزمالك لتأجيل هذه المباراة، وده هيفتح الباب وقتها لتكافؤ الفرص، لأنه أنتوا شفتوا الأهلي طوال الفترة اللي فاتت، الأهلي تقريبا دلوقتي دخل بين أكثر أندية العالم مشاركة في المباريات في هذا الموسم. تقريبا النهارده لعب المباراه 51 او 52، فبقى يمكن من اكثر الفرق مشاركه في المباريات هذا الموسم على مستوى العالم. طيب المعدل بتاعه كان كل 3 ايام او اقل مباراه. الضغوط الاعلاميه اللي بتمارس دلوقتي هدفها انه الزمالك ما يلعبش مع الانتاج فيما بين مباراتي النجم الساحلي ذهابا وايابا. ده هيفتح الباب زي ما قلت لحضراتكم لتكافؤ الفرص وللكلام عن حقوق الفرق المتنافسه. لكن الثابت في الجدول حتى الان، وانا يا استاذ ابراهيم انا كل اللي ارجوه احترام الجدول من هنا حتى نهايه المسابقه. ليه؟ لان الوضع الموقف بقى حرج، وتفسيرات هتبقى مع كل موقف
لكل الاطراف. ايوه هيفسروها بدون حسن النوايا خلاص. هو ده دلوقتي شده المنافسه والتوتر هتؤدي الى ان كل واحد هيحسب هو اتظلم في ايه ولم يحصل على فرص الفير بلاي ازاي. اتحاد الكره عليه ان يحترم الجدول الا اذا رجع يعني للقرارات اللي بين اللي اتعمل الاهلي يتعمل للزمالك، اللي اتعمل في الاهلي يتعمل في الزمالك، يعني انت فاهم قصدي ايه؟ خلينا بقى مره مسطرتنا واحده. طيب الانتاج الحربي مع الزمالك يوم الاربع، وبعد كده يفضل الزمالك الاسماعيلي ودجله والحدود والداخليه والجونه ولقاء القمه مع الاهلي. اذا كان النجوم هو الطرف الوحيد المشترك بين مباريات الاهلي مع مباريات بيراميدز، الاسماعيلي هو الطرف الوحيد المشترك. يا اخي انا مش فاهم. بين مباريات الاهلي ومباريات الزمالك. الاسماعيلي ما لعبش المباراه الاولى قدام الزمالك لحد النهارده بتاعت الدور الاول. لعبها هو لسه ما لعبش الماتش الثاني. الزمالك كسب الاسماعيلي المباراه المؤجله. لعبها قريب. طيب يبقى هي ماتش واحد. ايوه. تمام. فده دي الخريطه، سبع مباريات خلاص للاهلي خلاص كده يعني. الاهلي سبعه للزمالك. الاهلي والزمالك ماشيين طبيعي. خمسه بيراميدز. الاهلي والزمالك ماشيين طبيعي دلوقتي. بالظبط. الجدول مارتن لاسارت المدير الفني منح اللعيبه اجازه من التمرين بكره، وهيبدا الفريق استعداداته ان شاء الله من يوم السبت عشان يستعد لماتش الجيش اللي هيكون يوم الاربع. هيستعيد فيه الاهلي مجموعه من اللعيبه اللي غابت النهارده. الاهلي النهارده يعني كتر خير الدنيا، علي لطفي الحارس الثالث كان بيلعب، لما اتعور كان ممكن يلعب مصطفى شوبير، وبصوا الحارس الرابع ليه؟ لانه الشناوي كان انذارين وشريف اكرامي اصابه. الشناوي هيرجع المباراه اللي جايه، عمرو السليه هيرجع المباراه الجايه، مروان محسن يرجع المباراه الجايه. دول الثلاثه اللي غابوا النهارده بسبب الانذارات، يدعموا قوه الفريق ان شاء الله في مباراه الطلائع بعد الاطمئنان على العائد من الاصابه رمضان صبحي، وبعد ما صالح جمعه ما شاء الله دخل انا في متفائل برضه انه ممكن وليد سليمان يلحق ان شاء الله. وليد بدا يتمرن، اللعيبه اللي كانت اتمرنت النهارده وليد وعمرو السليه ومروان محسن ونجيب وشريف اكرامي واحمد حمودي واحمد علاء ومحمد شريف، دي المجموعه اللي ادت المران. حسام عاشور كابتن الفريق اخذ راحه من المشاركه، وعمرو جمال ادى علاج طبيعي لتاهيله بعد الاصابه من العضله الأمامية، ومحمود وحيد أيضا تدرب في الجيم بعض التدريبات للتشافي من كدمة في الساق، ومحمد هاني بيواصل تأهيله أيضا بشكل مكثف تحت إشراف طارق عبد العزيز بعد الإصابة اللي كانت عانى منها الفترة اللي فاتت. ده ما يخص كل هؤلاء العائدين، إن شاء الله يدعموا صفوف الفريق في المباريات الجاية المضغوطة. الإثارة بلغت الذروة، المستوى يرتفع. وحتى يعني التحفظات اللي الناس بتقول عن النادي الأهلي بنضيع 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 بنضيع، دي ظاهرة بقدر ما هي مؤسفة إلا أنها تدل على تفوقك. ما أنت مش هتضيع إذا وصلت للجون. ولما بتوصل للجون يعني في أداء فردي وجماعي بيوصلك. لكن في حاجة قد تكون نفسية، قد تكون قلة تركيز بتؤدي إلى ضياع الفرص، لابد من علاجها، لأن الأسماء اللي بتضيع أسماء كبيرة. يعني أنا مش متخيل إن أجاييه اللي كان من أسبوعين نجم نجوم النادي الأهلي يبقى محل انتقاد لثالث مباراة أهو. فأرجو إن بسرعة، وأنا عارف ان اجاي معدنه طيب ومعدنه كويس يستطيع بسرعه يرجع لمستواه، لان اجاي من اهم اللعيبه فرديا وتكتيكيا بالنسبه للفريق. بالتاكيد. طب بمناسبه تكتيكيا، هل صرت راضي على تنفيذ اللعيبه للمهام اللي حصلت في المباراه؟ هل ظاهره اهدار الفرص خاصه في الشوط الاول شايفها ازاي الخواجه؟ نشوف المؤتمر الصحفي مارتن لاسارتي كيف راى ما حدث اليوم. Vamos a hablar un poco de tu comentario sobre el partido y cómo lo ves. برضه نحن نسمع عن الراي الكابتن لوسارتي المدير الفني للنادي الاهلي في تقييم الاداء العميق. اتفضل يا كابتن.
¿Empezamos? Sí. Bueno, buenas noches. Sergio. Creo que fue un partido, bueno, era un partido muy difícil para nosotros. كان ماتش صعب بالنسبة لنا من وجهة نظرنا. Además teníamos unas cuantas dificultades, unas cuantas ausencias. كان عندنا بعض الصعوبات وبعض الغيابات بالإصابة. Pero bueno, la gente se comportó muy bien. لكن لعبتنا أدوا اللي عليهم. Creo que más allá de que el rival tuvo en el segundo tiempo alguna chance de gol. بغض النظر ان الفريق المنافس كان ليه بعض الفرص في الشوط الثاني. A lo largo del partido nosotros tuvimos unas cuantas también muy claras. لكن على مدار الماتش نفسه كان عندنا فرص كتيره جدا للتهديف. Y en líneas generales creo que controlamos el partido. عامة احنا حاسين ان احنا سيطرنا في الماتش. Y fuimos creo que justo ganadores. واعتقد ان الفوز النهارده مستحق. طيب لو سمحت الاسئله تفضل من المجلس الاول. تفضل. ببارك لمستر مستمتع في الابتدائي سبور لا فيكتوريا دي. حابب في البدايه اقول ان احنا تابعنا تدريبات الاهلي Últimamente hemos seguido los entrenamientos del ADI y habéis concentrado sobre algunas cosas. Y quiero saber si los jugadores han hecho lo que has pedido en el partido o la importancia de ese partido comparando con las otras pérdidas que tuvimos en los últimos partidos. Tuvimos una pérdida. Una pérdida. En realidad... Yo el partido anterior, ya que estamos, lo voy a comentar. في الحقيقة أنا بالنسبة للماتش اللي فات أنا هعلق عليه برضه. Lo volví a ver tres veces. Tres veces, lo vi tres veces. هو شافه ثلاث مرات. Y sigo pensando que no merecimos perder ese partido. أعتقد إن إحنا ما كناش نستحق نخسر الماتش اللي فات. Pero el fútbol es lo que es. لكن كرة القدم هي كرة القدم. Hoy el equipo presionó muy bien. النهاردة الفريق ضغط كويس. Jugó muy serio. ولعب بجدية. Generamos unas cuantas chances de gol. حققنا او خلقنا فرص للتهديف. Volvimos a fallar en alguna. فشلنا في ان احنا نهدف في بعض الفرص دي. Y bueno, hay que seguir trabajando en eso, ¿no? Quizás sea hoy lo que más nos está costando. لازم نشتغل على ده اكتر من كده. اتفضل مين عايز السؤال الثاني؟ احمد نادر المقدرات. Felicidades por la victoria de hoy. بعد مكسب النهارده شايف خلاص كده الاهلي. Después de la victoria hoy. ¿Cuánto es el porcentaje que crees que el Ahli ya podrá ganar la liga hoy? Quedan siete partidos. Fadel Saba Machot. Quedan muchos partidos. Fadel Wawi Ataber en Saba Machot de Kitir. ¿Crees que el rival. ¿Crees que el rival que te preocupa más, el Zamalek o el Pyramids, desde tu punto de vista? Los dos son buenos equipos. El Fariden Coesinget. La única diferencia es que con Zamalek jugamos. تنمو فرق وحيد ان احنا لسه لينا ماتش مع الزمالك تشاكم بيراميدز لا لكن مع بيراميدز لا ملناش ماتش تاني يعني. اي اسئله ثانيه؟ طبعا المؤتمرات في المكسب غير الخساره غير التعادل غير النتيجه بتحكم المود والاتيتيود العام. الراجل بدا يتكلم عن عدم حقيه الخساره بتاعت المباراه اللي فاتت وهو انا شايف ان الماتش اللي فات برضه فعلا ما كناش نخسر لكن احنا بايدينا وبمساعده تحكيميه. على اي حال خلينا في مباراه المصري لان المصري احد الفرق المنظمه جدا يا استاذ ابراهيم لان دماغ ايهاب جلال دايما مترتبه يعني ما فيش عشوائيه في اللعب ودي الفرق دي على قد ما بتبقى صعبه على قد ما بتبقى مريحه. بتفهم لها نمط. ايوه. تعرف تلعبها ازاي؟ يعني لما تيجي تقيمها تقدر تقيمها وتقدر تحط خطتك في مواجهتها. شفت الماتش ازاي النهارده؟ شوف فكره تخليص اللعيبه من الضغط العصبي دي كانت مساله مهمه. بدايه المباراه كان واضح الميس باص كتير قوي. بس شويه بشويه بدات الناس تقف على رجليها شويه. كان في تغييرات كتيره طبعا في الشكل بتاع اللعب. لاول مره تلاقي باسم عالي في الناحيه الرايت. صحيح انه عنده سرعات عاليه جدا وخفيف الحركه بشكل كبير. وجود احمد فتحي في قلب نص الملعب برده كانت جديده. مشاركه جيرالدو من البدايه واجاييه من البدايه
مشاركة صالح جمعة كصانع لعب من البداية كلها كانت تغييرات بالإضافة لعلي لطفي. فأنت هتبص تلاقي في أكتر من 3-4 أماكن جديدة. احتفاظ علي معلول بمكانه مش جديدة. أيمن أشرف وياسر إبراهيم مش جديدة. مشاركة حمدي فتحي من البداية برضو جديدة. كان عمرو السوليه اللي بيلعب جديدة إنما مهمة. يعني جديد إنه يلعب هو أحمد فتحي. واخد بالك؟ فأنت التركيبات المهمة مع بعضيها كان فيها أكتر من حالة مختلفة شوية. عشان كده الأداء الجماعي في الأول ربع ساعة وتلت ساعة ما كانش عالي. أنا ما أعرفش أرضية الملعب مالها، يعني هل كانت فعلا النجيلة مبلولة قوي ولا التحكم في الكرة نفسه ما كانش عالي. أخطاء التمرير كانت كتيرة زي ما أنت أشرت. أجايب من فترة مش هو اللاعب التكتيكي المؤثر. حركته كان كتير فيها أخطاء، فيها شخبطة كتيرة قوي. جيرالدو مش قادر ينسجم، واخد بالك؟ إلى أن بدأ اللعب يتمركز من عند صالح جمعة. بدأ صالح يرجع خطوتين وهو اللي يستلم وهو اللي يبدأ يوزع. بدأ النسق بتاع الفريق ينتظم في الإيقاع بتاعه، يطلع علي معلول يعمل الأوفر، بدأت الخطورة تبان. استمرار ظاهرة إهدار وليد أزارو للفرص لا عايزة مراجعة. وزي ما الخواجة قال لازم أن يبقى فيه شغل كتير عليها في التمرين، لأنه أنت خلاص دخلت المرحلة الصعبة جدا. الفرص السهلة قوي دي ما مش هتيجي كتير. أنت حد بيوديك وعندك سرعات عالية جدا وتنفرد والكرة برة، واخد بالك؟ مواقف عايزة تدريب أكتر، عايزة تركيز أكتر. لما بتسجل الضغط بيقل ففرص الاستفادة بتبقى أحسن. عشان كده الخواجة الشوط التاني مثلا خطورة المصري كلها من ناحية الشمال. اسلام عيسى لاعب مهاري قوي، لاعب كويس عليه باسم علي، لكن حب يضغط عليه من فوق، راح ملاعب رمضان صبحي بقوه شخصيه رمضان وبكورته. حتى طب انت شايف الاول انت قلت حاجه كويسه دلوقتي حاجه واحده وبعدين معاك ما انا سيبك تتكلم. ال بتشتتني ماشي. ال 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 اسلام عيسى وهو لاعب سريع جدا صحيح ومهاري طبعا في مواجهته كان باسم علي وهو لاعب سريع جدا ومهاري ولكن مش مدافع صلب صحيح. شفت المعركه دي ازاي؟ شوف باسم يعني عمل ماتش هايل بسرعته، ودايما باسم من اللعيبه اللي ممكن تظلمهم طريقه اللعب. يعني لو انت بتلعب 4-4-2 باسم علي هيبقى الطرف يمين هايل جدا، عنده سرعات وعنده جرأة وعنده اختراقات، يعمل إضافة عالية قوي. بس الناحية الدفاعية بتاعته قليلة قوي، فبياخد مجهود كبير جدا، بس عنده نزعة هجومية يعني. وانت باستمرار تحس انه نفسه مفتوحة لقدام، باستمرار عايز يروح لقدام. النهاردة الحقيقة المهام الدفاعية بتاعته كانت كويسة جدا في مواجهة لاعب، يمكن علشان اسلام عيسى ما هوش اللاعب القوي جدا بدنيا، فعلى الاقل الناحيه البدنيه بينهم كانوا متكافئين. فاهمني؟ المهاره ده عنصر مهاري، وباسم لاعب عنده الانقضاض السريع فقدر يتمكن من ده. الشوط الثاني الخواجه حب يخفف الضغط عليه قوي، قام لاعب رمضان صبحي في الفتره اللي لعب فيها رمضان، خلاص خف الضغط كتير على باسم. لما الخواجه خلاص خد كل اللي عايزه من باسم، قام لاعب بقى رامي ربيعه وناقل احمد فتحي للرايت. هنا تبان يا باشمهندس القدرات المرنه عند اللعيبه. انت عندك على فكره رامي ربيعه بدايته باك رايت، باك رايت وهاف ديفندر. يعني المركزين لعبهم قبل ما يلعب سرد باك يجيد فيهم صحيح. فعشان كده انا بقول لك القدرات المتنوعه ديت او المرونه التكتيكيه اللي عند لعيبه الاهلي تريح الخواجه. احمد فتحي بخبراته بقوته بالروح العاليه بتاعته عوض لك الغياب والنقص اللي في نص الملعب. ممكن يكون على حساب التمرير وعلى حساب الشغل الهجومي شويه، بس الناحيه الدفاعيه قفلها بشكل قوي كمان. باسم علي، جيرالدو، التنوع ده مهم جدا. بس انت الفتره الجايه اللي انا اتمناه علشان تقدر تجتاز المرحله بتاعه السبع ماتشات الثقيله، اثبت شويه، اوصل لشكل مستوى او نوعيه تشكيل شبه متجانس ونثبت عليه شويه. التبديل والتوفيق كتير يعني بتاخد منك. لا لو انت من الناس اللي بيهتموا بالسوشيال ميديا
هتحتار جدا، لان في ناس عماله تقول لك انت مش شايف فلان مش كويس مثبته ليه؟ انت ما غيرتش ليه؟ يعني ولذلك انا من المؤمنين جدا بان انا لا يمكن هقدر افكر زي الجهاز الفني مهما كان عندي رؤيه وانا بعيد كده. حتى لما بيتساب لعيب حالته مش كويسه قد يكون مفيد من ناحيه المعنويه او التكتيكيه، واخد بالك؟ الله اعلم المدربين بيفكروا ازاي، لكن احنا نتكلم، ده دورنا نتكلم، والجماهير تنتقد، كل الدنيا تعمل ايه عايزاه، لكن بما لا يخل او بالروح باحترامنا للاعبتنا، احترامنا للاعبتنا. انت لازما يعني مهم جدا يا استاذ ابراهيم. طبعا انا طبعاً بكلمك في نقطه، انا عارف مفيش شيء قاسي على العيب غير انه يلاقي جمهور يتعامل معاه باستخفاف قاتله. ما تقوليش ما يقروش، يا ريت ما يقروش، لكن بيقروا وكل حاجه واصله له. الدعم الدعم بمعناه الحقيقي بقى، لان احنا ما عندناش طرف من المره اللي فاتت بقول لك الاخطاء او طرف ان احنا نقعد نمسك في بعض دلوقتي. طيب يعني المرحله السابعه بقى، السابعه المؤثره، عايزه انت هيكون عندك عدد كبير من اللعيبه الكويسه رجع، يعني شو احنا بنتكلم على المتاح النهارده. طب انت الماتش الجاي عمرو السوليه ان شاء الله هيرجع، وحمدي فتحي موجود ولازم يكمل في المكان ده. طيب وليد سليمان ما شاء الله يعني راجع، واضح بعد رحله العلاج عنده رغبه وعنده الروح بتاعت وليد اللي انت لازم تستفيد منها. عشان كده انا بقول لك لو فضلت فاتح الفرقه للتبديل والتوافيق الكتيره هيبقى ده على حساب الاداء الجماعي نفسه، مش هيرتاح. ما هو ابراهيم كلامك معناه ايه؟ اما تدفع بالعناصر اللي بره دي، ما هو ده تغيير في الفريق. استقر بقى يعني يعني اوصل اوصل استقر حتى لو ب 80%، لكنه شوف كتر. شوف انا اقول لك حاجه، انا دي قناعتي. انا شايف ان فرقه النادي الاهلي عناصرها كتير وتقيله كلها، ولذلك انا مش مع فكره أخطأ بعدم لعب فلان ولعب فلان. هو ممكن يخطئ تكتيكيا، لكن اللعيبه ما تقوليش ان 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 هو لو ما يعني. طب ما هو في ناس بتقول لك رمضان لا فتحي ناصر ماهر او احمد فتحي لا حمدي فتحي حمدي فتحي يقول لك ما يقعدش. ناس كتير جدا وجهه نظرها ان الراجل ده طول ما هو سليم المفروض يلعب، وناس كتير جدا شايفه ان السوليه كان ماشي كويس قوي، وناس كتير جدا كانت شايفه ان خبرات حسام عاشور. ولذلك دعنا نامل ان الفرقه كلها تبقى سليمه ويبقى الجهاز الفني موفق موفق في انه يجيب الناس اللي دماغها فاهمه بعضيها. بس دي مرحله التوفيق فيها مهم والعدل فيها مهم، بمعنى ايه؟ كل هيبذل مجهود، خد بالك، ربنا يوفق الجهاز انه الافضل. بس احنا برضو كمان في نقطه بتغيب على الناس كلها، وهو بيختار وفقا لرؤيته للمنافس. ايوه ايوه يعني هو مثلا باسم، انا اعتقد انه هو على سرعات اسلام كان ده المناسب. بالظبط بالظبط يعني فاهمني بالظبط. على اي حال احنا بس نسينا نبارك لكره السله السيدات كسبوا سبورتنج 82-77 وحققوا بطوله السوبر وعوضوا الخساره بتاعت الدوري. لا كان اظن الكاس. كان كاس ايا كان يعني. فدي بطوله من البطولات اللي النهارده برضو دخلت مع فوز النادي الاهلي، بتخلي يومك حلو طري كويس. وشباب كره اليد زائد ان اليد غلب الزمالك 24-23 78 كلها اليد بنات خدوا الرباعيه يعني. اليد بنات خدوا الرباعيه، وانا بتكلم على اهميه اليد 98، ان لما الفرقه دي تبقى هي فرقه قويه وهي البطل وهي دي بتدي لك الامل في انك يعني تستعيد تفوقك في كره اليد باذن الله ان شاء الله. بمناسبة مارتن لاسارتي والخواجات، باتريس كارتيرون الفرنسي المدير الفني السابق للأهلي
اللي راح اشتغل في المغرب، لكن جريدة الوطن عملت معاه حوار مهم لسه الراجل. وده الكلام اللي احنا بنقوله، ازاي الاهلي بيسيب هذا الانطباع الطيب عن مصر والمصريين والنادي الاهلي مع كل واحد اجنبي يتعامل معاه او يعمل فيه. كارتيرون كلامه كله احلم بالعوده لقياده بطل مصر، وبيقول انا خدت بطاري من الترجي لانه كسبه للرجاء، اجبرت على الرحيل من الاهلي والخطيب ابلغني بالقرار وعلاقتي به انتهت، خوف لعيب الاهلي من جمهور الترجي وايقاف اثاره سبب الخساره الافريقيه. هو بيقول انا الكابتن الخطيب كان بيتعامل معايا في منتهى الاحترام، لما بلغني القرار انا اخذت المساله بصدر رحب، لكنه في النهايه انا مدرك ان النادي جماهيري بهذا الحجم، كان من الطبيعي جدا ان جمهوره يكون عنده الرغبه في الفوز بالبطوله. قدرت الظروف اللي انا اشتغلت فيها، بكل تاكيد كنت لا ارغب في الرحيل عقب الخروج من البطولة العربية على يد الوصل، لكن أتوقع أن السبب في أخذ قرار الرحيل هو كان الخسارة من البطولة الأفريقية. محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي هو اللي أبلغني بالقرار، علاقتي به بمجرد الرحيل توقفت عند ده، لكن أنا أحب هذا الرجل جدا، فهو يعشق النادي الأهلي ويحبه بكل صدق، وكان شغال معايا بمساندة كبيرة جدا. طب إيه السبب كارتيرون في خسارة ماتش الترجي؟ قال لك الوضع قبل المباراة كان صعب جدا، غياب أزارو أثر كتير على شكل الفريق الهجومي. السبب الأول في الخسارة من وجهة نظري كان جمهور الترجي اللي قام ببعض الأشياء اللي أرهبت لاعبي الأهلي وحضورهم بشكل مكثف في المدرجات، أدى إلى التأثير على اللاعبين بشكل نفسي ومعنوي في المباراة. قال إدارة النادي كانت بتدعمني جدا نفسيا، كانت لا تتدخل في أي أمور فنية داخل الفريق، كان كل هدفها فوزي ببطولة أفريقيا، كنت أتمنى تحقيق هذا لكن لم يحالفني الحظ في آخر محطات البطولة، لكن هي دي الكورة دايما تديك وقت لرد الاعتبار. نجحت في استغلال هذه الفرصة والفوز للرجاء المغربي على الترجي في السوبر الأفريقي، لذلك كانت لهذه المباراة حسابات خاصة جدا عندي. تتوقع أنت متابع الدوري في المصري، قالك طبعا الأهلي قادر على العودة في أي وقت، الأحمر فريق كبير يمتلك شخصية البطل، أنا أتمنى أن يحصل الأهلي على الدوري هذا الموسم لأنه هيعتبر جزء من نجاحي باعتبار أن أنا شاركت في تدريب الفريق في جزء من قدرت الظروف اللي أنا اشتغلت فيها. بكل تأكيد كنت لا أرغب في الرحيل عقب الخروج من البطولة العربية على يد الوصل، لكن أتوقع أن السبب في أخذ قرار الرحيل هو كان الخسارة من البطولة الأفريقية. محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي هو اللي أبلغني بالقرار، علاقتي به بمجرد الرحيل توقفت عند ده، لكن أنا أحب هذا الرجل جدا، فهو يعشق النادي الأهلي ويحبه بكل صدق، وكان شغال معايا بمساندة كبيرة جدا. طب إيه السبب كارتيرون في خسارة ماتش الترجي؟ قال لك الوضع قبل المباراة كان صعب جدا، غياب أزارو أثر كتير على شكل الفريق الهجومي. السبب الأول في الخسارة من وجهة نظري كان جمهور الترجي اللي قام ببعض الأشياء اللي أرهبت لاعبي الأهلي وحضورهم بشكل مكثف في المدرجات، أدى إلى التأثير على اللاعبين بشكل نفسي ومعنوي في المباراة. قال إدارة النادي كانت بتدعمني جدا نفسيا، كانت لا تتدخل في أي أمور فنية داخل الفريق، كان كل هدفها فوزي ببطولة أفريقيا، كنت أتمنى تحقيق هذا لكن لم يحالفني الحظ في آخر محطات البطولة، لكن هي دي الكورة دايما تديك وقت لرد الاعتبار. نجحت في استغلال هذه الفرصة والفوز للرجاء المغربي على الترجي في السوبر الأفريقي، لذلك كانت لهذه المباراة حسابات خاصة جدا عندي. تتوقع أنت متابع الدوري في المصري، قالك طبعا الأهلي قادر على العودة في أي وقت، الأحمر فريق كبير يمتلك شخصية البطل، أنا أتمنى أن يحصل الأهلي على الدوري هذا الموسم لأنه هيعتبر جزء من نجاحي باعتبار أن أنا شاركت في تدريب الفريق في جزء من فإنما أهلي وزمالك عايزين نبقى إحنا كمان في حالة من الثبات والثقة في النفس إن المسائل بإذن الله هتمشي لصالحنا في الآخر بإذن الله، بحيث إنه الأهلي كسب 9 ماتشات متتالية، ففكرة السبعة ممكنة أخطر حاجة، بس مش ضروري إن لا، هو أخطر حاجة إن أنت تبص عليهم إن هم 7. الفريق البطل ودي شخصية الأهلي دايما، أقرب مباراة هي أهم مباراة حاليا، فقط هي الأهلي وطلاع الجيش مهمة جدا، بس
ما تنساش ان طلائع الجيش ده عمل مفاجاه مع الزمالك. التركيز وزاد كل الفرق عندها طموحات، اللي عايز يقعد واللي عايز يحسن ترتيبه والمدرب اللي عايز يثبت كفاته، يعني في دوافع كتير عند المنافسين. ما نتمناه انه الفرصه تتاح بشكل كويس للجهاز الفني انه يدرس المنافسين بشكل جيد جدا ويتعرف على المنافس بشكل واقعي، يشرحه فنيا علشان يقدر يتعامل معاه برؤيه واقعيه. ده ما قبل المباراه، التركيز ينصب فقط على هذه المباراه، انسوا المنافسين وانسوا بقيه الجدول. اهم مباراه واصعب مباراه هي اقرب مباراه الى ان يتم الانتهاء منها. في هذه في اي مباراه اخطر حاجه النتيجه المعلقه. ان الفريق يجيب جون ويتراجع. ويجي في توقيت متاخر نلاقي المنافس رجع. النهارده اللي ريح المساله شويه ان الاهلي سجل في الدقيقه 31 في الشوط الاول، لغايه لما سجل الجون التوتر موجود والناس قلقانه، الوقت بيمر ويتفرجوا بمزاج مختلف. بالظبط، اول ما سجلت لو ضغطت كمان عشان تعزز الجون خلاص الدنيا فتحت، ممكن تكسب 3-4 والاعصاب ترتاح. فدايما وابدا في الماتشات المؤثره قوي ديت في مسيره الفريق نحو البطوله يبقى انه اخطر حاجه الفوز المعلق، انك تجيب جون وتتكل عليه فتفاجأ في وقت متأخر إن المنافس بشكل أو بآخر خطف جون. ما تتداركش الموقف أو ما الفرصة ما تسمحلكش إن أنت ترجع تاني. فلذلك الهدف التاني ربما كان أهم من الأول. سجل، ابدأ، عزز. التعزيز مهم جدا. طول ما أنت قادر تحتفظ بالكرة في ملعب الخصم، طول ما أنت في أمان وجمهورك مستريح. هي دي شخصية البطل اللي نتمنى إن شاء الله تسود مباراة بعد أخرى علشان الأهلي ياخد بطولة في تقديري هتكون من اغلى واهم البطولات يا باشمهندس. وصدقوني وانتم مصدقين طبعا من غير كلامي، الاهلي يمتلك افضل فريق. نغضب من بعض اللعيبه بتنخفض مستواها ساعات، واحد لعيب يضيع فرص مش عارف ايه، لكن كفريق وعناصر الاهلي يكاد يكون فريق متكامل. مطلوب بقى طبعا اذا عايز انت بقى تعمل ابجريد في السنه الجايه في الصيف الجاي لازم اي لعيب تجيبه يكون احسن من اللي عندك. انت عارف امبارح ولا رضوان الزياتي صديقنا العزيز عضو البرلمان الناقد الرياضي يعني لفت نظر الحاجه، ودي يبين الازدواجيه الاعلاميه في التعامل مع الاهلي وبقيه المنافسين. الزمالك مجرد ما غاب منه فرجان ساسي كل الناس بتلتمس العذر للزمالك، كل ما حد يحلل يقول لك لا 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 ده اصله عشان فرجان ساسي غايب. طب الاهلي كل اللعيبه اللي غايبه كم فرجاني عنده؟ كم فرجاني وكم ساسي؟ بص اهو رضوان قال لك الزمالك في غياب لاعب واحد هو فرجاني ساسي انقلب حاله، والاهلي الذي فقد عشرات النجوم للاصابات والانتقالات ما زال المرشح الاول لللقب. شوف النادي الاهلي يخوض موسما مختلفا سيذكره التاريخ، هو اصعب المواسم داخل الملعب وخارج الملعب وعلى المستوى الإعلامي وعلى المستوى حتى في جزئية داخلية كده الناس مش عايزاك. يعني أنا أول مرة أشوف الانتخابات عاملة فينا كده. يعني على أي حال إن الانتخابات الماضية حساباتها مستمرة 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 من الخارج وأنا ما بقول الدوري هيحسم من خارج الملعب، اظن كل اسبوع بيبان اكتر واكتر ازاي الحاجات اللي بره الملعب مؤثره. مش معنى كده ان، وعشان كده لو استطاع النادي الان يفوز وتغلب على كل ما هو داخل وخارج الملعب إن شاء الله. باذن الله هيبقى شيء جميل جدا ولا اقدر عليه سوى الاهلي. يعني تخيل انت الفرق المنافسه لو في موقفك كان حصل ايه. اهو لاعب واحد الناس بتتكلم والاعلام ولا حد بينصف، كفايه اللي حاصل واعتقد انتوا شايفين من الاعلام ما يكفي. بس المهندس عادل القيعي اللي قدامكم عامل حريف واحرف من الحرفه، في واحد كان ليه راي فيه. انت ايه بتجر الرجل فين يا عزار؟ نشوفه. هو انت مره تقول لي واحد بس مره ايه تشوف ايه؟ بلعب كوره ولا ايه؟ نشوف هتلعب ايه بس. اول مره امسك من 20 سنه مثلا. بس والله تمام يا ريس. يعني المسكة اهي ده.
بس انت زمان كنت بتلعب يا استاذ؟ اه ده انا كنت لعيب كبير، كنت بغلب عدلي القعر مدير النادي الاهلي. والله؟ اه تلعبوا تقعدوا بينج بونج فتره. اه هنتفضح. دي دابل على فكره. ده مش بينج بونج. اخر لعبه بقى. اخر لعبه. اه ايوه خلاص. اللي بعديها هي اخر لعبه. المهم وتقول لي لعيب بينج بونج والاستاذ عادل امام كان بيغلبك؟ انا كنت بلعب في الكليه. كنت بلعب في المدرسه، كنت بلعب بينج بونج كويس يعني. فجه يوم عادل امام قال انا عايز العب معاك. انا بلعب باستخفاف، مش فاهم ان هو لا لعيب كويس، سيبك من اللي بتشوفه ده. لا ده كان خفيف الحركه وبيضرب فور هاند وباك هاند وبيشوط لا كان لعيب كويس. فغلبني. طب يا عادل نلعب؟ قال لي لا خلاص انا هي مره. لكن لا كان بيلعب كويس، مش عايز مناقشه ان هو كان انا فوجئت بيه، حركته كانت خفيفه جدا يعني. اصل اللعبه دي بيسموها اصعب لعبه فرديه في العالم. صحيح صحيح. طيب 112 سنه اهلي، 112 سنه مرت والاهلي في الصداره وفي باذن الله تعالى في المقدمه، لكن حول الاهلي عبر ال 112 سنه ناس كتيره جدا شاركت في صناعه اسطوره الاهلي، احتفت بقيمه الاهلي، حافظت على الاهلي، وكانت أمينة جدا جدا على صورة الأهلي وعلى قيمة الأهلي وعلى حقوق الأهلي. واحد من هؤلاء الأهلوية الرائعين جدا في مجال الإعلام ولعله يأتي في المقدمة، الكابتن عبد المجيد نعمان عليه رحمة الله. زي النهاردة 25 أبريل، ولكن 2002 فقدت الصحافة المصرية وفقد النادي الأهلي وفقدت المهنة كلها هذا الفارس المغوار الجميل اللي لقب عن صدقه وعن تقدير بأنه أستاذ الأخلاق الصحفية، كابتن عبد المجيد نعمان للأجيال الجديدة. ممكن تقول عنه كل حاجة طيبة في الصحافة، ممكن يعني أشهد وهو في العالم الآخر وإحنا في دار الباطل أنه هذا الرجل يا باشمهندس ربما كان أنقى وأطهر ألم كتب الصحافة الرياضية في تاريخ مصر. شوف كابتن صالح كان يحبه جدا. وكان يقول لي أطهر ألم. ايوه هذه الصفة. وأنا سافرت معاه، كنا في دورة مونتريال. أهو صورة ليك معاه وأنت ما شاء الله أيام ما كنت بتلعب عادل إمام. سافرت معاه، ده عمر عبد الآخر اللي كان المحافظ، وده الاستاذ حامد عز الدين برضو واحد طبعاً من تلامذته، اقتربوا من الكابتن نعمان وتاثروا بيه جدا، وهو صاحب لفظ او لقب استاذ الاخلاق الصحفيه مع الدكتور عبد المنعم عماره. لا تلاقي صور كتير. لا يعني بقول لك انا كان من الصحفيين القليلين، كان بعض الصحفيين واحنا هناك ما يحضروش كل الايفنتات ويجوا بالليل يسالونا دي ايه ودي ايه ودي ايه. انا كنت طبعا صغير وفرحان انا وعادل شريف وكان الكابتن نعمان، فكنا بنحضر كل اللي نقدر عليه ونيجي بالليل بقى يعني نوزع بعض الاخبار للي يحتاجها. فهو كان ده حفل تأبين الكابتن نعمان. طبعا ده حفل التأبين في النادي الاهلي. انما ليا موقفين معاه. موقف لما عملت مجلتي انا، مجله الابطال سنه 71، ده مع الكابتن صالح. وانا طالع على السلم كده قال لي انت عملت مجله؟ قلت له قال لي ما سالتنيش ليه؟ قلت له كنت هتقول لي ايه؟ هقول لك ايه؟ هقول لك انت مجنون؟ طبعا لا. قلت له عشان كده خفت اسالك. راح كاتب لي انا قصصها وشايلها عندي في العمود بتاعه سطرين، شاب يمتلك شجاعه اكثر من مؤسسات صحفيه. اول مجله رياضيه خاصه
في ظروف صعبه، ما كانش فيه اعلانات، ما كانش فيه حاجه. ده موقف. موقف تاني يوم الزلزال. هو احنا في الدور الثامن. فانا كنت موجود. فكان بيعمل لنا اجتماع كل يوم قبل العدد ما يطلع كده، هرولنا كلنا على السلم، وبعدين بنكتب عشان نديله يقول لنا التعليمات. الزلزال حصل. فالناس انا لقيت صوت هدير، لقيت الناس بتجري. لا انا نزلت جري، هو مرضي. نزلت جري يعني مثلا اقول دورين. وبعدين فكرت هي العماره دي اللي وقعت هيلحقوا ينقذوا مين الاول، ففكرت ان هينقذوا الناس اللي على الوش. فطب انا نازل اعمل ايه تحت؟ رحت الناس بقت تجري كده وانا بجري على فوق. فجريت على فوق هو لوحده قاعد، لقيت واحد بيقول لي ايه، تعالى تعالى يا اخويا راح. الله يرحمه الله يرحمه. بص الكابتن، الكابتن نعمان الله يرحمه، ليه؟ لانه علاقته بالاهلي يعني، شوف الثبات انا بقول ليه في سنه دي والثبات بتاعه قاعد ولا كل الوحيد اللي قاعد في القسم كان الراجل ده. التاريخ ما وقفش كتير عنده، عارف بعد ما توفى الاستاذ احمد حمروش، وده واحد من الضباط الاحرار، كتب مقاله في روزا اليوسف. كتب مقاله في روزا اليوسف، عبد المجيد نعمان الذي لم يعرفه احد. قال لك انتوا كلكم عرفتوا عبد المجيد نعمان، لاعب النادي الاهلي القديم، الحكم الدولي، رئيس لجنه الحكام، الناقد الرياضي الكبير اللي مصطفى وعلي امين خطفوه من دار التحرير لانه هو اللي بدع الرياضه في جريده المسا. ايوه. فمصطفى امين وعلي امين عشان يجيبوه اخبار اليوم ما جابوهوش رئيس قسم، جابوه رئيس تحرير. عشان يجيبوه من دار التحرير لاخبار اليوم جه رئيس تحرير الرياضه والشباب باخبار اليوم. فضل فيها من اول ما جه في مطلع الستينات لغايه لما توفاه الله وهو على المكتب بتاعه. بيكرم من الاتحاد العربي. علاقته بالاهلي يا باشمهندس، فانا بقول لك حمروش قال ايه؟ هو كابتن نعمان في الجيش كان ضابط اشاره في السرب الملكي، انت متخيل انه هذا الرجل من الوطنيه بحيث انه كان في خليه من الخلايا السريه الوطنيه اللي قبل الثوره، قبل 52 حركه حددته، ودي حركه يساريه، حركه التحرر الوطني. عبد المجيد نعمان من ايمانه بدور الضباط الاحرار نقل المنشورات بتاعه التنظيم على طياره الملك. حمروش قال لك ايه التضحيه اللي الراجل ده عملها علشان هذا التنظيم او هذه الثوره. اما جه خدوه سكرتير عام محافظه اسوان اثناء بناء السد العالي. مجرد ما الثوره استقرت والامور كده اعتزل العمل العام علشان ما يطمعش في اي حاجه وتفرغ للرياضه. لا لا، كانش عمره ما كان يغريه شيء يعني. بص هو الامانه الصحفيه والنزاهه اللي عنده متطرف فيها، يعني متطرف في نقائه كمان، وشديد الاهتمام والحرص على الاهلي، وشديد الالتصاق بصالح سليم. كان لان الصفه دي بتلمحهم يا كابتن يا استاذ ابراهيم، الاثنين مش عايزين حاجه. ايوه الاستغناء. الاثنين الاستغناء. استغناء ما شفتوش، ما تقدرش تغريهم بشيء. دي صورتهم مع بعض. انت عارف يعني تقدير الكابتن صالح ليه، انا فاكر تقريبا يمكن في صيف 90 قلت له كابتن، كابتن نعمان انا عايز اعمل حوار مع الكابتن صالح. فضحك وقال لي انت بتيجي الشغل بعد الظهر، صالح بيروح مكتبه 7 الصبح. فقلت له لا انا لو هروح مش هنام. فبعد اسبوع جه قال لي عندك ميعاد بعد بكره مع صالح في المكتب اللي في شارع 26، كان قريب من الاخبار. ايوه ايوه. تقدير الكابتن نعمان عند الكابتن صالح، انا شفته في مقابلته ليا اول ما قالوا له، خرج جابني من بره وقال لي نعمان جاني لغايه هنا ماشي عشان ياخد لك الميعاد ده. هو مكتبه قريب من الاخبار. فبينهم هذا، انت عارف اللقطه الاخيره للكابتن نعمان في حياته وهو موجود، انا تصادف، هو خد بالك هو مواليد 18 ابريل والوفاه 25 ابريل. كنت انا مسافر المغرب، كنت انا مدير تحرير للمجله معاه، فانا هسافر المغرب بطوله افريقيا لكره اليد. فشاهيناز مديرة مكتبه وهي اللي خلاها مسؤولة على الأرشيف قالت لي كابتن نعمان عيد ميلاده الأسبوع الجاي، ولو أنت سافرت طب ما نعمله دلوقتي. فاحتفلنا بيه قبل ميعاده، وده كان الاحتفال الأخير ليه بعيد ميلاده.
كابتن نعمان وهو في المكتب وانا في المغرب حد قال له في خبر يا كابتن انه صالح سليم مات، وهو شغال كان يوم اثنين استقبل الخبر اللي هو ما كانش خبر كانت اشاعه، كان وقتها اشاعه لانه ده كان يوم 25 ابريل زي النهارده، نفخ النفخه بتاعته واتضايق وكلم السويتش اطلبوا لي لندن، اداهم رقم التليفون بتاع بيت الكابتن صالح في لندن وقعد مستني المكالمه. انت متخيل ان المكالمه ما جاتش؟ ما فيش نص ساعه وجات له ازمه، نقل للمستشفى وهو في المستشفى في عين شمس التخصصي، قالوا لي فضل يردد فين لندن يا ابني يا صالح عامل، فضل ينادي. علاقتهم كانت مميزه جدا، فضل ينادي باسم صالح سليم وهو في وهم يعني راحوا ورا بعض. شوف هو توفى وما يعرفش ان كابتن صالح ما توفاش، وكابتن صالح ما عرفش انه عبد المجيد نعمان توفى. كابتن صالح بعدها ب 15 يوم بالظبط توفى كابتن صالح في لندن. فالاقتران اللي بينهم كان الكابتن نعمان كتير لما بيكتب حتى على الدكتور محمد سليم ولد كابتن صالح، كان عنده علاقه ممتده معاه. كابتن نعمان عليه رحمه الله واحد من اللي اخلصوا في حب الاهلي وفي الحرص على الاهلي، لانه ما اعتقدش كان بيحرص على حاجه، لا كان له معايير قد الاهلي طبعا. رحمه الله على الجميع، لكن زي ما قلت لكم 112 سنه اهلي ما جاتش من فراغ، و112 سنه والاهلي في المقدمه ايضا مش من فراغ، حول رجال كثيرون اخلصوا له ادوا له، وفي النهايه جيل بعد جيل بيسلم الاهلي في المقدمه. كلام مهم جدا في ذكرى ال 112 سنه بعد الفاصل. اهلا بكم مره اخرى، ولكن استاذ ابراهيم حكى لكم عن رحمه الله عليه الكابتن عبد المجيد نعمان والمفارقه والعلاقه اللي كانت بينه وبين الكابتن صالح، والمفارقه ان هما يعني الاثنين توفوا تقريبا في شهر واحد، ولكن ما لكوش اكبر مفارقه بقى لانها تخصه هو. استاذ ابراهيم كان الكابتن نعمان بيجهزه مكانه، معينه مدير تحرير المجله. توفى الاستاذ عبد المجيد نعمان 25 ابريل وهو يوم عيد ميلاد الاستاذ ابراهيم المنيسي. كل سنه وانت طيب يا ابراهيم. كل سنه وانت طيب يا باشمهندس. ويعني هو كروتنا عشان ما اجيبش تورتايه ونحتفل معاه، يعني هي لكن هو اليوم اليوم النهارده يستحق، في كذا حاجه تستحق الاحتفال يعني. فكل سنه وانت طيب. يستحق كتير قوي والله، ولكن هي المفارقه كده كابتن، ان هو كابتن نعمان جدا يجهز خليفته ويموت في نفس يوم عيد ميلاد هذا الخليفة عليه رحمة الله. كل سنة طيب يا باشمهندس. وانت طيب. انت مسكت على طول رئيس تحرير مجلة الاهلي بعد ايه؟ دي برضه من 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 ملامح استقرار الاهلي. انت عملت، انت شخصيا عملت مجلة الاهلي مارس 74. انت متخيل انه من 74 ل 2019 بتتكلم في 45 سنة؟ اربع رؤساء تحرير فقط. اي اللي هو الاهلي، احنا بنتكلم دلوقتي في 112 سنه 14 رئيس، يعني 14 رئيس في 100. هي ديت شواهد الاستقرار، دي فلسفه بالظبط. مجله الاهلي حضرتك انشاتها، تراس تحريرها الاستاذ الكبير الاستاذ عبد الرحمن فهمي ربنا يديله الصحه وطوله العمر، من 74 ل 78. 78 عليه رحمه الله الاستاذ نجيب المستكاوي، من 78 ل 81 كابتن عبد المجيد نعمان، من 81 ل 2002. وانا توليت كان ليا شرف ان انا امسك ربنا من 2002 للنهارده. فهي دي الفكره، انك انت بتتكلم اربع رؤساء تحرير في 45 سنه. ال 112 سنه اهلي فيهم 14 رئيس. فشوفوا برضو حجم او ملامح الاستقرار عامله ازاي. لكن فيهم كام بطوله؟ ده المهم. مش مهم الايام اللي بتمر، انت بتعمل ايه في هذه الايام؟ حصادك ايه من هذه الايام؟ انتم متخيلين انه الاهلي هذه الفكره المصريه الوطنيه اللي نشات في احضان الحركه الوطنيه في القرن الماضي
في مطلعه ينتهي به الأمر أنه يكون أكثر أندية العالم حصولا على بطولات كرة القدم. مش يعني البطولات المتنوعة قاطبة أنا باشمهندس، يعني لما بتتكلم على أي بطولة رسمية أنت لعبتها بشكل رسمي تحت مظلة الاتحاد اللي أنت تابع له أو الاتحادات المعنية زي الاتحادات القارية وغيرها، الأهلي أكثر أندية العالم فوزا ببطولات كرة القدم. عنده مجموعة من الأرقام القياسية يا أستاذ إبراهيم. وتاني أكثر الأندية تتويجا بالبطولات القارية. فإحنا بنتكلم في إيه؟ احنا بنتكلم في ايه وبنتكلم على مين؟ احنا شوفوا هذا هو مصدر الفخر. ايوه مش نتيجه مباراه وسف وتحفيل. النادي الاهلي مش عظيم عشان بيكسب، بيكسب عشان عظيم. بالزبط. هذه بالزبط. مقوله فعلا مقوله تستحق ان هي تبقى راسخه في ذهننا جميعا، لان عظمة الأهلي في كل ما يقوله الأستاذ إبراهيم وما سردناه على حضراتكم قبل كده، إن هو يعلي المبدأ على النتيجة، إن هو يعلي الاستقرار على مش سريع الاندفاع ولا بيتصرف بطريقة عشوائية. النادي الأهلي بيحط مدرسة قدام ناس كتير جدا، حتى المنافس بتاعك يوم ما بيتكلم ساعة ما بيتكلم بقى في لحظة كده يقول لك إيه، احنا مش هنغير كل يوم، احنا يعني شفنا الاهلي ما بيغيرش، احنا هناخد المدرسه دي، اتقالت في اكثر مناسبه. فالحقيقه ان النادي الاهلي هو المعلم بالنموذج. 112 سنه 135 بطوله في كره القدم. بصوا العظمه اللي تخلي اي اهلاوي والمفروض اي مصري يفخر انه في انتاج رياضي محترم بهذه الكثافه. 112 سنه فيهم 135 بطوله، تقريبا الاهلي يسبق الزمن. مش تقريبا، فعلا يسبق الزمن. اعيش 112 سنه اجيب فيهم 135 بطوله. دايما وابدا بكوره البطولات هي المهمه، زي ما بنتكلم على بطوله 82 في افريقيا هي اللي فتحت الباب عشان الاهلي يدخل ينافس لغايه لما يوصل لنادي القرن في افريقيا نهايه القرن الماضي. اول بطوله في كره القدم دخلت النادي الاهلي، ضربه البدايه دايما مهمه. البطوله دي كان ليها دلالات وطنيه حلوه. زميلنا العزيز محمد مصطفى في الاعداد الحقيقه عمل توثيق لفكره اول بطوله، هي بطوله كاس السلطان حسين. دي بطوله كانت بتتنظم ابتداء من موسم 1916 ل 1917، يعني موسم 16-17 ده كان بداية هذه البطولة، وكانت تحت إدارة الاتحاد المصري الإنجليزي الميكس، بحكم أن مصر كانت تحت الاحتلال البريطاني فكان مختلط هذا الاتحاد مصري وإنجليزي. فالبطولة هم اللي دخلوا لنا الكرة القدم يعني الاتحاد المختلط ده. الأهلي ما رضيش يشارك في البطولة في البداية لأنه كان أغلبية الاتحاد وأغلبية الفرق إنجليز، والأهلي واخد خط وطني في بدايته، فمرضيش يشارك في هذه البطولة بالشكل المختلط. عدد المصريين زاد في البطولة فبدأ الأهلي يشارك. أول أربع بطولات لكأس السلطان حسين فازت بيها فرق تابعة للجيش البريطاني، دي لعبتهم هم اللي جايين بيها وهم اللي معلمينها لنا وهم الحريفة فيها، ففازوا بأول أربع بطولات في كأس السلطان حسين. نادي المختلط اللي هو لاحقا الزمالك فاز بأول بطولة لفريق مصري، كان موسم 1920 موسم 2021، وفي موسم 22-23 حدثت مفاجأة كبيرة يا باشمهندس. الزمالك كمختلط خرج وهو حامل اللقب من دور ال 16، اتهزم من فريق اسمه تصليح الماكينات، ماكينات الطيران، الطائرات البريطانية، فرقة فنية زي فرق الورش، خرجت الزمالك من دور 16 أو المختلط. هنا بدأت تبان فكرة النعرة الوطنية في الكورة. لا، ما احنا مش هنسيب الإنجليز ياخدوها تاني، احنا ما صدقنا فريق مصر خدها منهم، ده أربع فرق سيطرت عليها، المختلط خرج. طب الأهلي هو اللي بدأ يدخل في صورة المنافسة. وصل الأهلي كان فايز على فريق هامبشاير الإنجليزي 2-0 في دور ال 16، وعليه إن هو يلاقي الفريق اللي كسب المختلط.
فريق ورش الطيارات ده هو اللي هيلاعب الاهلي في النهائي. بدات فكره الربط بين الرياضه والوطنيه تظهر في الجرايد. الاقي الاهرام وقتها، وده مجهود مشكور الحقيقه من زميلنا محمد مصطفى، انه يجيب الاهرام اللي خرجت وقتها تتكلم عن هذه المباراه وعايزه تقول ايه، ماذا يخيفنا على الاهلي؟ لقد وقع القدر وغلب الطيران المختلط، وظن الاخير انه في منجات من الخطر او في منجات من الخطر، وانه قاب قوسين او ادنى من الكاس السلطانيه. لم يظن الطيران انه وان كذا وان كذا، ذلك لانه غلب الخطر ولانه فاز على ابطال مصريين، ولكن امامه خطيران عظيمان، المفروض خطيرين عظيمين وعثرتين قويتين المفروض، هما الاهلي والاتحاد. اما الاول فاذا ما خفنا عليه من الطيران فلان ظهير كذا، وبيتكلم على اللعيبه اللي اتكلم قوه الهجوم في الاهلي. انتوا شايفين هذه الوثيقه اللي تاريخها راجع لامتى؟ احنا بنتكلم في 22 سنه 15 مارس 23. قوه الهجوم في الاهلي وبيستعرضها النادي الاهلي بعد المباراه بقى. فاز الاهلي على فريق تصليح ماكينات الطيارات 1-0 في دور، ثم فاز في نصف النهائي على فريق الشبان المسيحيين بثلاث اهداف لهدف 3-1، وهو الفريق الوحيد اللي فاز عليه الاهلي، بينما قابل في طريقه ثلاث فرق انجليزيه اخرها فريق دراجونز وهو فريق للجاليه المصريه للجاليات الانجليزيه هنا. وخرجت الاهرام تقول النادي الاهلي يقهر الطيران مباراه البارحه، يعني المباراه اللي اتلعبت امبارح. الاقي الاهرام ايضا وهي بدات تهتم باللي الاهلي عامله، اين تذهب بعد شم النسيم؟ المفارقه ان البطوله الاولى كانت في شم النسيم في مثل هذه الايام بالظبط. كاتبين لهم ايه بقى؟ املونا في الاهلاويين الا يشرفوا في صحتهم يوم شم النسيم عشان يخرجوا يوم الثلاثاء الى فقال لك يتبارى النادي الاهلي مع فرقه الدراجونز في الدور النهائي لكاس السلطانيه يوم الثلاث الساعه 3:30 بعد الظهر بارض السكه الحديد بجزيره بدران. املنا في لاعبي النادي الاهلي الا يسرفوا في صحتهم يوم شم النسيم. ثم قال لك املنا في الاهليين، املنا في لاعبي النادي الاهلي الا يسرفوا في صحتهم. في المباراه النهائيه 10 ابريل 1923 فاز الاهلي على دراجونز بهدفين لهدف بالصوره اللي حضراتكم شايفينها. الاهلي يكسب الكاس السلطانيه. ثم حديث عن حضر المباراه، جمع كثير من المشاهدين يتقدمهم حضره صاحب السعاده شحاته باشا كامل نيابه عن جلاله الملك في تقديم الكاس للفائز، وصاحب المعالي جعفر والي باشا رئيس النادي الاهلي والاتحاد المصري، وصاحب السعاده حسن سعيد باشا وحضرات اصحاب العزه المذكورين. شوفوا دي البطولات، دي باكورة البطولات يا باشمهندس. قيمتها انه خلاص صنفت الاهلي كفريق بطل، كمان ارتبط بالهدف الوطني. انت بتلعب فرق انجليزيه، فريق مختلط، والفريق المصري الثاني الزمالك خرج، فبالتالي الكل يتجه نحو الاهلي انه لازم ينصر شباب الوطن. من هنا كانت البدايه، انك باستمرار عندك هذا الدور الوطني وعندك هذه المسؤوليه. وطلعت مظاهره من العباسيه للتيتش، الجمهور ماشي ويهتف للاهلي للجزيره بقى، كان لسه التيتش لا يعني الجزيره المقر الحالي ويهتف ضد الانجليز، ويعني هي لا طبعا المزج الوطني مع الرياضي مع النادي الاهلي مؤسس له يعني. طيب لاحظوا الاهلي كسب رينجرز الانجليزي في هذه البطوله. تلف الايام انه رينجرز يكون واحد من المنافسين في ترتيب حصد البطولات، عنده 115 بطوله، عنده 54 دوري، عنده 33 كاس، عنده بطوله كاس الدوري 27 مره، وبطوله اوروبا للانديه ابطال الكوس مره واحده. دي بطولات جلاسكو رينجرز الاسكتلندي، المنافس المباشر للأهلي في عداد بطولات كرة القدم كاملة. 135 بطولة للأهلي، 115 للرينجرز. 135 بطولة هم إيه؟
ايه هذا الحصاد 135 في 112 سنه. الاهلي خد الدوري 40 مره وخد الكاس 36 مره، خد كاس السوبر المحلي 10 مرات، خد كاس السلطان حسين 7 مرات، دوري القاهره 16، كاس الجمهوريه العربيه المتحده ابان الوحده مع سوريا مره، ما هي اتلعبت مره. كاس الاتحاد المصري مره، دوري ابطال افريقيا 8، افريقيا لابطال الكؤوس 4، الكونفدراليه الافريقيه 1، السوبر الافريقي 6، الافرو اسيوي 1، العربيه بطوله العربيه لابطال الدوري 1، البطوله العربيه لابطال الكؤوس 1، كاس السوبر العربي 2. النتيجه 135 بطوله في 112 سنه باذن الله يبقوا 136 137 كمان. طيب دي هنشوف برضو جرافيك لعدد البطولات شكليا بقى، ايه كل بطوله بتوزيعها على حده. بطوله الدوري البطوله، لا دي كده هيبقى صعب يا ابراهيم. لا انت هتشوف الشكل بس اهي، ده دي بطوله الدوري، ثم بطوله كاس مصر 36 بطوله، كاس السلطان حسين 7 مرات، ومعاها السوبر المصري 10 مرات، دوري القاهره 16 مره، وكاس الاتحاد المصري لكره القدم، وطبعا الحصاد الافريقي والبطولات العربيه اللي هتشوفوها تباعا. الحقيقه زميلنا في هشام سمير الحقيقة بذل مجهود كبير علشان يصمم لكم الانفوجراف اللي استعرض هذه البطولات يعني اللي حب ياخده ويسجله بالظبط. احنا بنعرضه لحضراتكم عشان لو عايزين تاخدوه بالشكل ده وتوثقوه عند حضراتكم الاكثر تتويج، لانه ده اللي هو دلوقتي هو ريال مدريد في اخر 3 سنين صعب علينا الدنيا، خد 26. لا هو كان بعدينا بلقب او اثنين، خد 8 ألقاب في الأربع سنين اللي فاتوا دول أو الخمس سنين. أيوه. أصبح 26 وأنت 20. فأصبح 26 صعب إدراكه يعني. لكن على الأقل حاول تحافظ على إنه ميلان 18 والأهلي 20. بوكا جونيورز الأرجنتيني 18. دي يا جماعة خطورة من برشلونة، خلي بالك. دي يا جماعة مكانة الأهلي. ودي قيمة الأهلي. شوف عمالين نتكلم إحنا في إيه؟ خطوره من برشلونه وكلام على ريال مدريد. طب اي فخر واي عظمه. لا النهارده الفيفا الاتحاد الدولي لكره القدم بيهني الاهلي ب 112 سنه على نشاته. هي دي المكانه الدوليه، دي تهنئه الفيفا للنادي الاهلي ب 112 سنه على نشاته. البعد العربي كمان، انت لما يكون ليك هذا الصدى وهذا التقدير لدى الاشقاء العرب، مصر كله بيحب الاهلي، الغالبيه بتحب الاهلي، حتى الناس اللي بتشجع نادي اخر في قراره نفسهم فعلا بيحترموا فريق عنده كل هذا الزخم من البطولات، عنده هذه النزعه باستمرار للفوز بالبطوله. لكن المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي لما سئل عن النادي الاهلي نشوفه قال ايه. طيب سؤال من زياد دوت محمد دوت 90، ما رايك في الاهلي المصري؟ ارجو الرد. هل يحتاج الأهلي إلى رأي يا سيدي؟ أهلي هو واحد من أساطير النوادي في العالم، ليس فقط في في في, في مصر ولا في عالمنا العربي. الأهلي بشعبيته بتاريخه برصيده بثباته في كل مرة، ولو أنه ليس في أحسن أحواله هذه السنة. حفيظ دراجي يعني تقدير، يعني مش مفتعل، تقدير من الشخص مباشرة. الناس لازم تفهم مكانة الأهلي يا جماعة، اللي البعض هنا مش قادر يدركها الحقيقة. يعني ما يلقاه الأهلي من عنت وهجوم وللأسف الإعلام بقى واضح قوي يا أستاذ إبراهيم داخل كمشجع في الموضوع. طيب خليني برضو أستغل الفرصة ديت، وأنت واحد من أكثر الشاهدين على عصر الأهلي في السنوات الطويله دي، ربنا يديك الصحه وطوله العمر. ومش عايز اقول ان انت راصد للاحداث، انت في ظروف كتيره انت صانع للاحداث كمان، الحمد لله. ايه السر الحقيقي في تميز الاهلي علشان نقول للناس هو ليه كده؟ اقول لك
سر انه بدي على المصداقيه. المصداقيه انا رايي كده. اه من اول يوم ايوه مفيش ادعاء. الكلام ده مهم يا جماعه، الكلام ده مهم علشان اللي عايز يحافظ على الاهلي بعد كده. يعني انت لما تيجي تشوف في كل المواقف من اي من عبد الخالق ثروت، علي لطفي، قبليها التيتش، كل الناس اللي جت مسكت بعد كده، كابتن صالح، كابتن حسن، كابتن خطيب، عمر بيك لطفي ده يعني ده المساعد صاحب الفكره، صاحب الفكره اللي كل اهلاوي لازم يترحم عليه ويدعي له. مفيش تناقض، ما تلاقيش حد بيعمل حاجه ما انتش مصدقه فيها. طب استنى، كرة المية، كرة المية عقوبات خناقة الجزيرة، جزيرة والأهلي، واتحاد الكرة، اتحاد السباحة خد قرارات ضد الأهلي فقط، يعني بعرفش هل هم حققوا شافوا إن الأهلي فقط اللي كان مشتبك ماشي، لكن رد فعل النادي الأهلي إيه؟ زود على العقوبات. ايوه وما فرطش في حق النادي الاهلي لما قال لهم بس انتوا كمان عندكم مسؤوليه. ده مش مسؤوليه، ده في شيء، في لعيب كان مشطوب بلس. ايه اللي بيخلي الاهلي يكسب؟ المبدا، المبدا اللي بيطلق شراره وجدوى وروح تأصلت بقت اسمها روح الفانيلا الحمر. ايوه يجي فريق الناشئين بيلعب الزمالك اي هنخسر، وكوارشي وفاروق جعفر ودنيا العتاولة، وانت بتلعب ولا واحد كان حد يعرف اسمه. اي يعني بعد كده بقوا لعيبه ملء السمع والبصر زي ابراهيم حسن وزي بدر رجب وطارق خليل، بدر رجب وطارق خليل لا طبعا ومرزوق، حمادة مرزوق، في كتير ومع شوبير، وانت تقدر تكسب المباراه لانك فرقتك خدت الجزوه، خدت من تاريخك، خدت من علاقتها بالنادي الاهلي، حررتهم من الضغوط. انت بتلعب عشان تدافع عن المبدا والقيم والنادي الاهلي، مش بتلعب عشان نتيجه بس، فيحقق النتيجه بفريق ناشئ وينطلق النادي الاهلي، وتتكرر الامور في كذا ظرف. مش عايز اقول امثله كتير عشان ما نمسش في كل مره يا باشمهندس، كما لو كان القدر بينصفك أو بيكافئك على التزامك بالصح، لأنه يا جماعة هو في الأول وفي الآخر أنت بتلتزم بالمبدأ الأخلاقي. هي العملية مش مزايدة ولا ادعاء، أنت بتلتزم بمبدأ أخلاقي. ربنا بيكافئك على هذا الانضباط وهذا الالتزام وهذا السلوك الطيب. في كل مرة الأهلي انحاز لمبدأ وعمل الصح نتيجة الكرة بتنصفه. الفوز في المباراة بيكون لصالحه غالباً. حتى لو ما جاش هو مش فارقة معاه. يكون حسام حسن موجود مع المنتخب بره ويرتكب سلوك هو او ابراهيم حسن ده في المغرب، ده في المغرب ومره في لبنان ابراهيم، بس في النهايه في كل الاحوال قبل ما بعثه المنتخب ترجع يكون الاهلي واخد القرار ضد اللاعب بتاعه، لانه بيشوف على او باصص على التمثيل. انت لعيب مهم عندي، انت ابن من ابناء النادي، سواء انت لعيب باسكت. الاهلي كان ايمن رشدي واحد من امهر وافضل لعيب الكره الطايره من حوالي 6-7 سنين عشان اشتبك مع جمهور الزمالك، اشتبك مع جمهور الزمالك في صاله الاهلي. ايمن رشدي كان وقتها يعني بيبو بتاع الكره الطايره الفجوره. الاهلي شطبه يعني. اللي بيحصل في كره الميه ده مش يعني هو ده هنا مش على السطح. لا انا بقول لك هنا بقى هنا المصداقيه، مفيش ادعاء. يعني مش بتتظاهر ان عندك مبدا، مش بتاخد عقوبة وبعد كده ترجع فيها أو وعلى فكرة تخفيف العقوبات بعد التزام أي شخص بيعاقب ده مبدأ عادل يعني. طبعا بس أنا بتكلم إنك مش بتاخدها بشكل مظهري، أنت بتاخدها لأن بتمس جوهر الفير بلاي والروح الرياضية والسلوك الرياضي. اللي مش عايزه يستشري النموذج ده أنا ما يلزمنيش. نموذج التصرف ده، مش البني آدم ده، نموذج التصرف ده ما يلزمنيش، واللي هيعمله مش هيبقى موجود معايا. فعشان كده النادي الاهلي حتى هو بيعمل كده بيحتاج لدى اتحاد. انت الراجل ده كان مشطوب علشان سوء سلوك معين، وانت وبصدفه
كان معور لعيب في النادي الاهلي وفتح له وشه وكانت مشكله واتشطب، تقوم تيجي تفك ايقافه وتضمه في غير اوقات الضم اذا كان هذا حصل، لا لازم يتقال لنا حصل ولا ما حصلش. فانت ودي المشكله والصعوبه، انت بتأدف ضد الطياره يا استاذ ابراهيم لوحدك، انت عايز بس مسانده ان اللي بتعمله ده يكون هو ده السائد او اللي الناس عايزاه في الوسط الرياضي، مش كمان تعرقلك بيه بتحاربك بيه. يعني انت بتعمل تصرفات مش لاقي اللي يدعمك عشانها، انت عايز دعم التصرف مش دعم النادي الاهلي. النادي الاهلي والحمد لله يعني واقف، حتى واقف بحيله كده وبنفسه. ف التاريخ لا يكذب. طيب المصداقيه تمام، ان انت تكون متسق مع نفسك، ما تكذبش على نفسك، وخليك امين على المكان اللي انت فيه، انت مجلس اداره عندك واقعه عندك دستور. لانه انا في رايي هذا التراكم القيمي في النادي الاهلي دستور غير مكتوب. دستور غير مكتوب صحيح، مثل دستور غير مكتوب. كابتن حسن حمد الله يمسيه بالخير كان دايما وهو بيتناقش لما يجي حاجه يقول لك لا كده مش الاهلي، يعني ايوه 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 لما تناقشوا في حاجه في حاجه هتحصل يقول لك لا 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 بس كده ما نبقاش الاهلي. ايوه كده ما نبقاش الاهلي. لا لا بس الاهلي ما يعملش كده. دي جايه منين؟ من التراكم، من تراكم المواقف والمصداقيه فيها. انت مصدق ايوه وعايز تتصرف بصدق بالظبط، بس فانت بتنطلق في كل قرار وكل تصرف ليك بتنطلق من تراث قيمي عميق جدا ومتراكم. هذا كلام رائع وجميل، ولكن مش عايزين ننسى ان عندنا ماتش بتاع طلائع الجيش، وعندنا كلام عايزين نتناوله. طلائع الجيش يا استاذ ابراهيم فريق متعب وعنده خبرات في الملعب، وعنده نتائج اتحسنت الفتره اللي فاتت، وعنده فوز مدوي على نادي الزمالك. تعمل ايه مع الفرقه دي؟ طيب هو تعادل 2-2 مع الزمالك، الجدول دلوقتي اسف تعادل، هو كان متقدم ايوه تعادل بالظبط، اتغلب اتعادل وافقد الزمالك ميزه النقطتين اللي كان متقدم بيهم 2-0 ل2-2 ايه من 2-0 ل2-2 يعني هو كان 2-0 الزمالك متقدم؟ لا 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 ايوه الزمالك اتقدم 2 اظن، هو جاب جون الاول طلاع 2-0 الزمالك 2-0 والجيش اتعادل، ده اصعب اصعب، وهي بالذات في المرحله الاخيره. طب ما تخليني انا يعني اروح لسكه ثانيه، انت بتتكلم بقى على الفير بلاي، ازاي الاتحاد يقدر يحافظ في المسابقه كلها في الفترة اللي جاية على قاعدة الفير بلاي؟ يغمض عينه وينفذ اللي في جدوله. يغمض عينه وينفذ اللي في جدوله وخلاص بقى، ما عادش يحسب حسابات كتير. يعني هي المشكلة انك انت بتفتح باب المقارنة والشك. لما بتقعد كل يوم والتاني يعني مرة واحدة راعي كل حاجة، يعني اصل الدنيا ماشيه انت تراعي الأسوأ، يعني تراعي جدول الاكثر ازدحاما، اذا فرقه خسرت بتخفف عنك الضغط مش بتزوده. يبقى الفرقه دي لما خسرت هي هترتاح برضو، ما تغيرش الجدول. فاهم ازاي؟ فرقه مستمره قدرها الاهلي لما استمر تحمل مسؤوليته طبعا على طول. ايوه وكانوا بيقولوا له انت بتأجل كتير. ممكن أأجل كتير في البداية، بس خلاص عدد الماتشات بقى قليل. يعني انت بتلعب في الأدوار خلاص اللي هي داخلة على الحسم. كلهم 3-4 ماتشات اللي هتلعبوا يعني. كم ماتش؟ 4 ماتشات. يعني الزمالك هيلعب النجم مرتين، لو كسب هيبقى بيلعب الفاينال ماتشين. فخلاص يعني مش هيبقى عدد الماتشات واضح، واعتقد ان احنا لو ثبتنا مره الظروف وثبتنا الجداول حتى تبقى السنه اللي هنمشي عليها الموسم اللي جاي، لان الموسم الجاي هيبقى اصعب برضه. والتحكيم بقى دي قصه استاذ ابراهيم
انا مندهش لها جدا النهارده. ده مباراه الاهلي وطلع في الدور الاول النهارده، الحكم المكسيكي 10 على 10. طيب ايه الصعوبه بقى؟ انا كنت جبت النرويجي والمكسيكي والسويسري والالماني قبل كده. شوف في الحاجات الحساسه، شوف احنا لابد ان احنا يعني الاتحاد وهو بيتكلم وهو بيتصرف ياخد قدر عالي من الوضوح والصراحه. انت بتتكلم في قضيه لابد ان يكون فيها عندك حرص على فكره الشفافيه. انت طالب حكام اجانب، طيب خلاص، وانا لما بطلب حكام اجانب بطلب حكام اجانب ليه؟ درءا للشبهات، مش كده؟ او عايز ابعد؟ لا عايز يا سيدي، خلينا رفعا للضغوط. رفعا للضغوط، منعا للحرج. كويس، معلوماتي انه كبار المسؤولين في اتحاد الكره للكابتن عصام عفتاح، نبعد دلوقتي عن اي اختيارات ممكن تجيب لنا مشاكل. هو كان يعني من نفسه لازم يعمل. لا، هو الاهلي يدفع فلوس تروح تجيب لي حكم اوروبي شغال في الدوري السعودي شبه مقيم، يعني زي بكاري جسامة قبل منه يا سيدي، ده حكم لي الماتش جالي من السعوديه ورجع على السعوديه مقيم. انا بقول لك يعني بالله امتى هنستشعر الحرج وامتى هنكون عندنا حرص على فكره الشفافيه نفسها؟ طب ما انت رحت جايب واحد مكسيكي هو ملوش دعوه بحاجه، رغم ان النادي المصري البورسعيدي هو اللي طلب حكام اجانب او طالب له حكام اجانب عشان الصياغه تكون ادق. انا بس عايز حاجه واحده، واخد بالك؟ عايز عايز الايصالات. لان انت جايب واحد من المكسيك ب 25000 دولار طقم يعني، وجايب طقم من السعوديه ب 25000 دولار. يعني تذاكر السفر دي هي واحده مثلا؟ لا طبعا، ما هو ما ينفعش ان يبقى انت بتحملني تكلفه التحكيم. مش حاطط لي، انت مش سوبر ماركت تقول لي عايز حكم مش كاتب التسعيره. وانت بتستغرب بتروح جايب من هنا، طب والباقي فين؟ الباقي بتاعي بيت الفلوس. بيت الفلوس والله انا ساعات اشفق على الكابتن عصام عبد الفتاح، لانه الحقيقه قد يكون الراجل مش في دماغه اللي احنا بنقوله ده طبعا، لكن جايب لنفسه الكلام. وعشان كده احنا بننصحه. يا سيدي كل دي حاجات تريحك انت اول واحد. بالمناسبه النهارده وانا بتابع وكالات الانباء استوقفني حاجتين عشان تشوفوا انه لا، العالم يا جماعه فيما يخص كره القدم وانشطتها العالم مفتح عينيه قوي قوي، والناس كلها بتدور على فكرة ازاي تقدر تحافظ على الـ الـ السلامة بتاعت المباريات، نزاهة اللعب. الشرطة في بلجيكا فجأة بتداهم نادي اندرلخت وبتهاجم مقر اتحاد الكرة، الاجهزة الرقابية بتاعتهم يعني الشرطة. والله العظيم انا بستغرب عشان يقول لك هو الحكام مش عارف، هو نماذج في العالم كله، نماذج في العالم كله، احنا ايه؟ احنا يعني طينا لوحدينا؟ ما بنعملش كده ليه؟ فالشرطه بتهاجم مقر نادي اندرلخت وبتهاجم مقر اتحاد الكره في بلجيكا، وقالت السبب في غسيل اموال. الريحه فاحت، مشاكل كتيره حصلت، انتقالات لاعبين عليها جدل، معلومات تسربت. الحق ده في غسيل اموال في الاتحاد البلجيكي. الشرطه ما استنتش، بالليل طبت على المكانين شمعتهم، سيبونا نحقق ونفتش. تاني يوم الصبح، يعني ده كلام امبارح، النهارده الاتحاد الدولي ياخد قرارات بيوقف 8 لعيبة مدى الحياه في عده دول. ليه؟ تلاعب في نتائج المباريات. بشر وسط فيه هتلاقي كويس معظمه، هتلاقي بعضه في حاجات عنده مشاكل. ما مش كل ما نيجي ده مصر كانت كده طبعا، ده في الستينات اتشطب لعيبه. لعيبه كبيره دوليه. أيوه. من الزمالك ومن الترسانه ومن المحله. ايوه، للتلاعب في نتائج المباراه. ايوه، وبعديها اتشطب ناس تانية عشان كده التسعينات. عشان كده يعني، وده انا قلت الحقيقه اكتر من مره، المهندس هاني ابو ريده وهو شخصية وقورة محترمة
واحنا سعداء جدا يعني. احنا سعداء جدا بالمكانه اللي بيحظى بيها في الفيفا طبعا، لانه بس عايزين نستفيد منها بقى بالظبط، في ظل كل الفساد والمشاكل والبلاوي السوداء اللي في الاتحاد الدولي، ما حدش نجا وثبتت سلامته ونزاهته في اللجنه التنفيذيه اللي فاتت الا المهندس هاني ابو ريده. ده شيء كويس لمصر، شيء فعلا يشعرنا بالسعاده وبالفخر ان يبقى في نموذج مصري في قلب البركه اللي حصلت دي، حد نقي ونظيف رائع. بس هذه المسابقة المحلية بكل ما يحاط بيها وكل ما يحدث جواها وكل اللي انتوا شايفينه اللي بيحصل، دي مسابقة تليق باتحاد على رأسه هاني أبو ريدة، شفافة على رأسه هاني أبو ريدة. يعني انت راجل قاعد في منظومة الفيفا وشايف قد ايه هم حريصين على هذه المعايير، وشايف قد ايه المسألة فكرة النزاهة والسلامة قد ايه العالم حريص عليها. هنا في مصر لازم أن الأمور تاخد الحد الأقصى من الحرص على ده. الفكرة مش فكرة الأهلي وبقية المنافسين، اعمل هذه المعايير الدقيقة السليمة النزيهة على الجميع، محدش يقدر يتكلم. لكن اللي بيحصل في كتير في الشكل التنافسي ده، ما اعتقدش أبدا أي مراقب لينا من بره يشوف أن ده يليق باتحاد على رأسه عضو كبير في تنفيذية الفيفا، ولا يا باشمهندس؟ لا، انا يعني لازم الانسان ينحاز لنفسه، اي ينحاز لتاريخه ويتقال يوما ما ده شرف، اي شرف للكره المصريه كمان، اي ان يترأس الاتحاد رجل له مكانه رفيعه في الاتحاد الاقليمي ثم في الاتحاد الدولي. اي يعني التاريخ بقى هيجي يقول الفتره دي كان شكلها ايه، هل تطورت كرة القدم؟ هل اتحط لها مفاهيم جديدة؟ هل تميزت بالشفافية؟ هل تميزت بالاستقرار؟ هل تميزت بالفير بلاي؟ هل تميزت بالحرص على تغيير النظام وتكريس مبدأ احترام الجداول واحترام الملاعب واحترام يعني التحكيم عيب ان يبقى مصر عندها صوره ذهنيه عن الحكم زي اللي موجوده النهارده. يعني لما الناس تتكلم على الحكم المصري للهلال والنجم بالطريقه دي، انا ما اعرفش هم كان عندهم حق، لا لكن ما ينفعش تعدي كده. لازم يبقى في وقفه، رئيس الاتحاد يجي يعرف ايه اللي حصل عشان يدافع عن حكمه، عن حق بقى مش دفاع يعني عمال على بطال، يا هو اول واحد يتخذ معاه اجراء. انت كنت سفيري النهارده في المنطقه الفلانيه، يطلع همهمه لا نتكلم. يهمنا جدا ان كابتن عصام بدل ما كان يبقى مشغول قوي في الدفاع في الفضائيات بتناقض كتير جدا، كنا نشوف السيستم اللي حطه خلال الثلاث سنين اللي فاتوا اصفر عن ايه، طور ايه، عمل ايه في التحكيم. انما الدفاع عن الخطا ادى ان في حكام بتنزل تخطئ، وبقى العادي بتاعها انها تنزل تخطئ، مش هقول انا اسماء يعني، لكن كلنا عارفينهم، عادي جدا ينزل يظلم ويظلم الاهلي. انا بشوف فرقه تانية بتلعب بعضها اللي هي في نهايه الجدول وفي وسط الجدول، اللي البونت ممكن يغير 3 4 مراكز تحت، انا بشوف ناس بتظلم ظلم فظيع جدا في حاجات واضحه جدا لا يليق، لا يليق الصفاره، مفيش معيار، ناس تاخد انذارات وناس نازله بمطاوي ما بحدش بيكلمها. فاتمنى الناس حتى نعتبر عفى الله عما سلف يعني، ونبتدي بداية جديدة تورينا الخطة اللي معمولة للتحكيم ايه، الخطة المعمولة في التدريب ايه، الخطة المعمولة للملاعب ايه. عندنا فرصة ذهبية ان احنا بنستضيف حدث هتطلع بعديه ببنية أساسية كويسة. انت بتجهز ملاعب وبتجهز، مفروض تحكيمك يكون جاهز، مفروض إعلامك يكون جاهز، مفروض ما نبقاش طول النهار بنشم في بعض وبنشخصن كل كلمة وبنحورها. ما ينفعش احنا لو لمينا اللي بيتقال عشان نرد عليه هنفقد هويتنا كبرنامج يا استاذ ابراهيم. الناس
واخده راحتها قوي في الكلام، حدش بيحاسب حد، على الرغم من ان اللجنه بتاعت الاستاذ مكرم عمل بعض المحاولات لضبط الاداء الاعلامي، لكن مش كفايه، مش كفايه، لان مفيش رد. يعني لازم العقوبه تبقى على الشخص مش تبقى على اسم البرنامج. يروح يغير اسم البرنامج ويطلع هو هو ويطلع في مكان تاني، او بلاش يبقى معلق يبقى مقدم، يبقى مقدم، يبقى لا يبقى الناس تشعر بالعقوبه، مش انها تبقى اذكى من العقوبه تتحايل عليها ازاي. ولازم ان الاوان بقى، احنا مش قاعدين نغيظ في بعض يا جماعه، لان الحقيقه احنا مش بنغيظ بعض، احنا بنغيظ الجماهير. احنا بنساعد في الاحتقان. تحوير الكلام غير لائق، يعني كل دي حاجات مش صعبة بس عايزة إرادة، دي سهلة جدا. إصلاح هذا الأمر سهل جدا. عشان كده لما تطلع لعيب، يعني النهاردة محمد صلاح وصلنا الراجل لإيه من كتر كلامنا عليه وتصرفاتنا معاه، إنه ما ترشحش حتى في الدوري الإنجليزي رغم إن هو يتصدر قائمة الهدافين زي السنة اللي فاتت، لكن سحبنا الدعم المعنوي منه، وهو نفسه ابتدى يتأثر بهذا الكلام فأصبح بيتصرف بطريقة الناس مش معتداها منه. الضغط الإعلامي، الضغط الجماهيري، الضغط، عايزين كلنا نمشي مرة نعمل الحاجة اللي ساعدنا. طيب انت قلت حاجة دلوقتي، نبطل تحفيل. اتفضل. حاجة واحدة؟ انت بتعكس بتردها لي، ما انت لعيب بينج بونج بقى. طيب. ونبطل تحفيل، لأنه برضو ظواهر التحفيل وحشة قوي. ما انا النهاردة كسبان بكرة هخسر. يعني انت خلاص كده حفلت عليا النهاردة، ناسي بكرة؟ مش وارد. طيب. ما اقدرش اعدي موضوع التحكيم كده سريعا، لانه انا عندي 7 مباريات للاهلي و7 للزمالك و5 لبيراميدز. حكام اجانب ولا مصريين؟ انا مش بقتش فارق معايا اذا كان حكام الاجانب بالطريقه دي، خلينا في المصري. على الاقل المصري هيبقى فاهم انه ايه، هيتعرض لراي عام. انما الاجنبي كمان قوته بقى انه ماشي، يعني عكاه ويمشي، ما عندوش مشكله. والعكة دي ممكن تبقى مقصودة وغير مقصودة. إذا ما كناش هنجيب تحكيم نستفيد منه كلنا بما في حكامنا، ما تجيبش خلاص. طيب الأهلي مستهدف؟ طبعا خلاف؟ طبعا هذا الاستهداف من عدة منصات. أيوة. برامج كتيرة شغالة واضحة، بتمويلات حية وقوية، والهدف إعاقة الأهلي. الهدف ان الاهلي ما ياخدش بطوله. الاهلي دلوقتي البطوله بين اقدام لاعبيه، لعبته سواء اللي راجع من اصابه او اللي موجود. رايك ايه؟ لان انت برضو بقى عندك عدد، ده الهدف الاول بتاع صالح جمعه يعني. فانت عندك عدد من اللعيبه ما شاء الله، يعني عدد كبير غايب. هو طبعا ولما بيرجع الظروف تكالبت علينا، من اصابات لاخفاقات لتحكيم لاعلام لتصيد اخطاء لضغط على اللعيبه، تكالبت علينا. ولكن بننجو منها باذن الله. ايوه. وعندنا لحظه بقى مصيرنا في ايدنا. ايوه. مصيرنا في ايدنا يعني ايه؟ ايوه. يعني كلنا ننسى نفسنا. ايوه. ما نفكرش غير في الهدف، اولنا اللعيبه. ايوه. الحقيقه الفتره الجايه فتره لعيبه. فتره لعيبه. امال ايه؟ نمره 1 اللعيبه. يعني لو خدناها 65 لعيبه و35 جهاز اجهزه. انا ما رضيتش احط رقم للاعلام والسوشيال ميديا، لان لما بقول لعيبه يبقى اللعيبه لازم تبقى شخصيتها اقوى من انها تتاثر. لو اللي بيتاثر ما يقراش، ينسى التليفون. عجبني قوي الاستاذ احمد الشيخ النهارده كاتب كلمة والله العظيم 3 كلمة صحيحة 100%. بقول لك واحد صديقي محنك يعني، قال لي جرب تتفرج من غير التليفون ما يبقى في ايدك. انت نصحته بكده؟
انت كذا مره تقول له كده، مع هو بقى كاتب كده النهارده وبيقول انه ارتاح جدا، لان انا جربتها يعني. انا انت عارف انا ما بتفرجش، لكن اقوم كده ايه استعبط وعايز اعرف، ابص الاقي نفسي قعدت من كتر الناس ما بتبقى عصبيه وهي بتتفرج. ايه الماتش الزفت ده، ايه الفلاني الفلاني ده، تيجي تتفرج على الماتش تلاقي حاجه تانية خالص. بس هو متوتر. ما احنا لينا اصدقاء مشتركين، صحيح. لو تقعد جنبهم يجننوك وهم بيتفرجوا. كل حاجه مش عاجباهم. فلما كل هذا السخط والغضب والامتعاض يطلع في كلام مكتوب، يخلق مناخ سلبي، يخلق مناخ سلبي جدا. لكن هو لا يترجم الواقع حتى. ايوه الواقع احسن بكتير. ايوه تخلص تلاقي بساعه ما نكسب بقى تتفرج تلاقي نفسك كسبان ومضيع فرص ومش عارف ايه، وبتلعب وبتنقل، وفلان الفلاني اللي بيهاجموه ده والله كان معظم الوقت كويس، يمكن بص بصتين او ثلاثه غلط، او رفع اوفر غلط اتشتم عليه وتقيم عليه. لهذا يعني انا بقول لعيبه يا ريت تنسوا التليفونات الفتره الجايه. تعرف جوارديولا عمل لعيبته كده، يعني اداهم يوم راحه، قال لهم لا عايز حد فيكم يتفرج على التلفزيونات ولا يمسك تليفون، عايزكم ترتاحوا بس. وقال لي الكلمه اللي انت بتقولها، انا خرجت من دوري الابطال مرفوع الراس، انا عايز لعيبتي، انا فخور ان لعيبتي عندها هذه الشخصيه، دي الشخصيه بتاعت الفريق البطل، ان انت باستمرار عايز اللعيب حتى لما بيفقد بطوله رفع راسه، عارف خسر ليه بس رفع راسه، هو ناوي يعوضها في اللي جاي، وكل حاجه ناوي يعوض في اقرب حاجه. ايوه ده اللي مطلوب في شخصيه البطل عند الاهلي. ما احنا لما وقفناش ورا فرقه الاهلي عشان احنا حتى قلنا من الحب جانب. ايوه عشان بنقول الاهلي ومش عارف ايه، وبنحاول نفسر بعض الامور، فنقول مثلا خمس ست اسباب منهم التحكيم، يقول لك عرفتونا بقى سيب في الاربعه وامسك في ده ويمسك في التحكيم. يا جماعه هو احنا عايزين ننقذ الفريق ونوقفه على حيله عشان يكمل ويعوض، ولا عايزين نخلص عليه؟ ما احنا برنامج اسمه ملك وكتابه، والسلوجان بتاعنا ما تخافش على الاهلي، فبنوصل معاكم للنقطه. معاكم ازاي نقدر نقف مع الاهلي؟ لو نقدر نساند لازم نساند. مسانده ان احنا نقول الحقيقه كامله بما فيها الجزئيه اللي احنا فعلا بنتظلم فيها، ما بنقولهاش لوحدها. ازاي الناس كمان يا باشمهندس سريعا بتغفل انه الحاجه هي فاهمه سبب واحد، ما فيش حاجه بتحصل ليها سبب واحد، هي ليها عده اسباب. بالظبط كل سبب من دول له نسبه. ايوه لكن هو الناس عايزه ايه؟ الاهلي خرج عشان لعيبه وحشه. لا يا سيدي، عشان اللعيبه عايز... واحد اثنين ثلاثه، يعني في خمس النهارده لما تقرا بقى في ناس كتيره من اللي كانت سخنانه، لا رايها متغير النهارده. احنا بهدوء يا جماعه، بعد ما بنشوف وبنعمل بنلاقي كذا، هو ده المطلوب. ما تسيبش غضبك يقودك الى انك تحطم. العقول الساخنه لا تنتج حكمه. طبعا طبعا ده أنا. ولذلك يجي يقول لك ما تاخدش قرار وانت زعلان ابدا. صحيح لازم. وبعدين يجي يقول لك طب يدرب نفسي ازاي، يقول له عد من واحد ل 100 واهدأ. عشان كده ما تخافش على الاهلي، دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي دوما ان شاء الله. تصبحوا على خير. مع زين النوادي. صحيح.